معي هنا الأستاذ سليمان علوان الشرقبي، هو رئيس جمعية الآثار بمحافظة تعز ومؤسس جمعية الآثار وعميد التربويين بمحافظة تعز. سيحدثنا عن أهم المعالم الأثرية في شرقب بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجو الخريفي ونحن على أعتاب حصن الجاهلي الشهير والذي اتخذه الأمير علي الشرقبي كحصن حصين عند ثورته أو مقاومته للغزو العثماني، فابتدأ ثورته من المقاطرة وتحصن في هذا الحصن، وهذا الحصن كان يحتوي على معالم أثرية من بعض المساكن وخزانات الماء إلى آخره، بما يمثل حياة لمن هو فيه ومنعا لأي اعتداء خارجي، لأن الحصن محصن من ثلاث جهات. طبعا هذا الحصن له أكثر من 4 قرون إلى 5 قرون، وكان له تاريخ عريق. استمر نضال الأمير علي الشرقبي ضد الأتراك فترة طويلة واستطاع أن يصل إلى محافظة أو مدينة تعز. بنى أيضا أو أقام حصونا أخرى لتكون مساندة لهذا الحصن، وهذا الحصن يحتوي على مدافن للحبوب، خزانات للماء، وأيضا أقبية أو نقدر نسميها خنادق مغلقة وليست مفتوحة. هذا في الحصن نفسه؟ في الحصن نفسه نعم، بالإضافة إلى مسجد لإقامة الشعائر الدينية ما زالت آثاره باقية لأنها من القضاض وقاومت عوامل التعرية، كذلك بركة ماء إلى جانب المسجد، كذلك أيضا أسس حصنا آخر وهو قلعة التوحة، وهذا الحصن عسكري بحت. وكل هذه الحصون لحماية المنطقة من الناحية الجنوبية ومن الناحية الغربية. نعم. تمام؟ أما الناحية الشمالية فهي القرية. يعني كانت الحصون العسكرية هي على قمم الجبال، يعني تحيط المنطقة بشكل نعم. عام عشان تكون مناطق حصينة. نعم. صعب على الأعداء. نعم. الوصول لها. جميل، صحيح. طبعا ايش كمان غير الحصون العسكرية؟ عندك أيضا معنا النوبة السفلى وهي الباقية المحتفظة ببنائها حتى اليوم، وتقع في رأس وادي واشر وما زالت قائمة حتى الآن ويسكنها الناس. جميل. إلى اليوم. إذن أستاذ سليمان علوان الشرقبي مؤسس جمعية الآثار، حماية الآثار طبعا سابقا في تعز، تعبناك معنا برودة الجو والضباب اللي يغطي المنطقة هنا بشكل دائم، تقلبات الطقس أيضا، لكن أعطيتنا معلومات غنية، وهي يعني عادة شرقب ثرية وغنية بتراثها وبرجالاتها أيضا. شكرا لك أستاذ سليمان. شكرا جزيلا.